النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا في الأردن. نهار اليوم سادت أجواء ربيعية دافئة بشكل نافذ في عموم المناطق. ارتفعت درجات الحرارة بشكل كبير كنتيجة لتأثر المملكة بكتلة هوائية دافئة قادمة من المناطق الجنوبية. خلال الأيام القادمة يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل إضافي وكبير لتتأثر المملكة اعتبارا من الأيام القليلة القادمة بموجة حارة تعتبر الأولى لهذا الموسم ومبكرة لمثل هذا الوقت من العام. سنتحدث تفاصيل أكثر حول الموجة الحارة المتوقعة على المملكة خلال هذه النشرة، لكن لا بأس نبدأ نشرتنا بأسوار الأقمار الصناعية المنتقطة خلال ساعات صباح اليوم، حيث خلت عموم مناطق المملكة من الغيوم باستثناء بعض الغيوم العالية التي عبرت خلال ساعات الصباح الباكر سرعان ما تحركت وتلاشت بعيدا عن المملكة. نتحدث الآن عن درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القليلة القادمة من يوم الخميس وحتى يوم الأحد. يوم الخميس تأثرت المملكة بكتلة هوائية دافئة ارتفعت على إثرها درجات الحرارة كانت أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام. سادت أجواء ربيعية دافئة في أغلب المناطق، كانت حارة نسبيا في منطقة الأغوار والبحر الميت والعقبة. خلال الأيام القادمة أي خلال يوم الجمعة بإذن الله تواصل درجات الحرارة ارتفاعها مع تدفق المزيد من الرياح الحارة من الأراضي الإفريقية أو من الصحراء الإفريقية وأيضا من شبه الجزيرة العربية مباشرة نحو منطقة بلاد الشام، وبالتالي هناك ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة. يوم السبت المزيد من الارتفاع أيضا على درجات الحرارة لتكون الأجواء حارة نسبيا في أغلب مناطق المملكة. أما يوم الأحد ترتفع أيضا درجات الحرارة وتواصل ارتفاعاتها لتبلغ لتكون الأجواء بشكل عام حارة في عموم المناطق شديدة الحرارة في منطقة الأغوار والبحر الميت والعقبة، حيث تتخطى حاجز 40 درجة مئوية في هذه المناطق أي في منطقة الأغوار والبحر الميت والعقبة. أما العاصمة عمان وعموم المرتفعات الجبلية ستكون درجات الحرارة متراوحة ما بين بداية الثلاثينيات وأيضا منتصف الثلاثينيات. ننتقل الآن ونتحدث عن الموجة الحارة المتوقعة وأسبابها، نستعرضها في هذه الخريطة لتوزيع الأنظمة الجوية المسببة لهذه الموجة الحارة، حيث يتحرك منخفض جوي خماسيني من الصحراء الكبرى الإفريقية باتجاه الأراضي المصرية يدفع برياح جنوبية غربية حارة باتجاه مصر ثم باتجاه منطقة بلاد الشام. بالمقابل أيضا يتمركز منخفض جوي أو منخفض البحر الأحمر فوق شمال الجزيرة العربية يدفع أيضا برياح أخرى جنوبية شرقية حارة هذه المرة أيضا نحو منطقة بلاد الشام أيضا، وبالتالي ستكون الأجواء بشكل عام خلال الأيام القادمة حارة بشكل لافت. الموجة حارة تبدأ تأثيراتها على المملكة خلال بداية الأسبوع القادم وأيضا ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة. أثناء هذا الارتفاع على درجات الحرارة أيضا يتوقع أن تتأثر المنطقة الشرقية والجنوبية من المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي خلال يومي الجمعة والسبت، تعطل على إثرها بعض زخات الأمطار الخفيفة في نطاقات محدودة بإذن الله. ننتقل الآن للتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة السحور، حيث تكون السحور في الخارج جيد 16 درجة مئوية، حرارة دنيا الملموسة 15، الرطوبة 47%، رطوبة منخفضة. أما الرياح تكون غربية خفيفة السرعة. بالنسبة للثلاث أيام القادمة يوم الجمعة 28 درجة مئوية ل 16 درجة مئوية، يوم السبت المزيد من الارتفاع، الحرارة تلامس 30 مئوية في العاصمة عمان، أما الصغرى تكون 20 درجة مئوية، أي أن هناك ليالي دافئة متوقعة خلال الأيام القادمة. يوم الأحد تواصل درجات الحرارة ارتفاعها لتسجل 32 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 22 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.